قابلت الخميني هناك. قابلت الخميني 68 قبل الثورة الإيرانية بعشر سنوات. شلون قابلت الخميني وليش قابلت؟ ليش قابلته؟ أنا المشرف مالي لما قلت له أنا بأكتب عن دور الشيعة في تطور العراق السياسي اللي هو آر بي سارجنت، هذا هلك مات يعني شلون إنجليزي وكان بوليتيكال أوفيسر في عدن، كان هو يعني ضابط سياسي في عدن وخبير في موضوع إيران والتشيع. قال لي عبد الله لازم تروح العراق تسوي بحثك الميداني عن موضوع الشيعة. قلت حاضر. أعطاني ورقة لمحسن الحكيم. محسن الحكيم كان المجتهد الأكبر في النجف. فرحت إلى بغداد، خذيت تاكسي، رحت إلى النجف معاي الوريقة هذه من سارجنت. دخلت على محسن الحكيم، ريال شايب مكسر، وراء عياله مهدي وعبد العزيز ومحمد باقر، وقدمت حتى الورقة حق مهدي هو اللي خذاها مني. قلت له هذه رسالة من آر بي سارجنت المشرف علي لل يعني السيد السيد محسن. طبعا قام يقراها على أبوه ويترجمها، انه فلان الفلاني طالب عندنا في كامبريدج كذا بيكتب عن دور الشيعة في تطور العراق السياسي، رجاء التعاون معاه وتسهيل مهمته وما شنو. والله شني طاب عليهم من السماء، كانوا بحاجة لتسليط، بحاجة الى شيء من هذا. فقال قدامي، قال حق مهدي، قال يا عيالي ترى هذا الطالب الكويتي أمانة عندكم ولازم تسهلون له اموره في النجف، في النجف وفي الفرات الأوسط في اللقاءات وفي الكتابات وفي القراءات. اهتموا بي أيما اهتمام.